يسكن لنا وطلاق الوجه. فيما يكون حسن الخلق يكون في كل شيء، بداية مع الله أن تكون حسن الخلق مع الله. كيف ذلك؟ أن تراقب الله وتعلم أنه يراك، فاستحي من الله أن يراك على معصية، استحي أنه يراك على مشهد لا يرضي أحد من البشر من العقلاء، فكيف كيف تعمل عملا لا يرضي رب الأرض والسماء؟ استحي منه أن تكلم امرأة في الحرام، استحي منه أن تدعو شيئا ليس بحقك، استحي منه أن تدخل في أعراض الناس. اعلم علم اليقين إن حسن الخلق مع الله أن تؤدي ما عليك وأن تنتهي عما نهاك الله. حسن الخلق مع رسول الله أن تكون ملتزما بمنهج رسول الله. ثم يعدل لنا النبي محمد والقرآن. أول من تحسن إليه من الناس بالوالدين إحسانا. كيف أحسن إليهم؟ إنك تعرف أخويا حبيبي، إنك أنت عند والديك عبد، فما أنت عبد، ليست لك إرادة ولا قوة ولا مشورة إلا بعد إذنهما. صليت على رسول الله، والله ما كلامي إنما هو كلام ربي، فقال: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. فصليت على رسول الله، قال النبي للرجل: انزل قدم والديك. قال له النبي: انزل قدم أمك. فسموا الجنة تحت قدم أمك، الجنة تحت قدمي. ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن حسن الخلق أن تكون حسن الخلق في بيتك. وأريد أن أطيل فيها شيئا من الشيء للدرس. أن تكون حسن الخلق، كيف تعرف أنني أنا صاحب خلق طيب؟ أو حسن صاحب حسن خلق؟ اسأل علي أهلي، كيف حوال الناس مع زوجاتهم، مع أولادهم؟ كيف حسن الخلق مع الأولاد؟ كيف حسن الخلق مع الزوجة؟ كيف حسن الخلق من الزوجة مع الزوج؟ لماذا يا أحبابي مكت قد كثر في بيوت المسلمين؟ سبحان الله رب العالمين. اسمع يا رسول الله وهو يقول: أكمل الناس إماما أحسنهم خلقا. اسمع يقول في آخر الحديث هذا الذي جمع بين حسن الخلق وبين أن يكون في أهله: وخياركم خياركم لنسائهم. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك ضرب المثل الأعلى. اسمع، لأن بعض منا كهذا إذا ما دخل بيته سبحان الله غريبا للغاية، خارج البيت صاحب الشاشة وصاحب ابتسامة وصاحب دبلوماسية في الكلام. صليت مع رسول الله رقيقا جدا، ناعما جدا، مهذبا جدا، محبوبا جدا، محببا للناس جدا، وكل ما شئت من الألفاظ الطيبة التي تحب أن تسمعها. وانظر إليه إذا ما دخل بيته، والله إن بعد الأذنى وبعد الزوجة، والله إذا ما دخل الزوج كأنما دخل ملك الموت عليه. والله كم من أبناء يتمنون أن يكون الأب من العمل، وإذا ما عاد من العمل يقولون كأنهم ينقلون ويدعون بقوله: انظروا هادم إلى الزاد ومفرغ الجماعات. هكذا بعض الناس إذا دخل بيته، لأنه لا تجده إلا نقال، لا تجده إلا نقال، لا تجده إلا سبابة فاحشة متفحشة، صاحب اسلوب مزيد. سبحان الله رب العالمين، مع أنه كان خارج البيت دبلوماسي من نوع خاص. صليت على رسول الله، ولكن إذا دخل بيته انقلب إلى جن، إلى عفريت. سبحان الله رب العالمين. لذلك اسمع، تجده في كل كبيرة وصغيرة. ما هذا؟ أنت ما عملتيش؟ أنت ما صنعتيش؟ ما كل ذلك؟ سبحان الله. ويظن والطامة الكبرى أن يظن أن تلك الأمور من الرجولية. لا يا حبيبي، أنا أحبك على سيد الرجال. هل عرفت رجلا كمثل رسول الله؟ هل عرفت رجلا يحاكي أو يشابه النبي محمد؟ أبدا. النبي محمد انظر إليه مع أهله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حدث أعلم تعلمونه. ولكن أين هو واقعه؟ حينما أخذ النبي جماعة من أصحابه ليضيفهم النبي في بيته يطعمهم، فدخل النبي ومعه مجموعة من الصحابة ونادى على إحدى زوجاته فجاءت بالطعام إلى رسول الله. فعلمت أمي عائشة بأن لرسول الله، صليت على رسول الله، يا رب اشفعنا مع النبي محمد. اسمع، ما كان من أم المؤمنين عائشة. تخيل المشهد وتخيل أحوالك أنت في بيتك وأنا. علمت أمي عائشة بأن رسول
بصنيع أو بإدام أو بطعام إلى رسول الله مع الضيوف، فما كان من حبيبة النبي محمد أم المؤمنين عائشة إلا وأنها أمسكت بالغلام ثم أمسكت بالقصعة ثم ألقتها على الأرض وهي حبيبة النبي محمد. وريني يا بطل ماذا أنت صانع؟ كيف يكون حالك إذا حدث ما رأيت وسمعت من زوجتك؟ كيف يكون الحال؟ والله هي لم تحرم منها، صليت على رسول الله. بالتحلم، اسمع، ومن يصبر يصبره الله. أسأل الله أن